قائمة العلماء المسلمين بصوت هاشم مصطفى هاشم يقدم شهيد محسن بن محمد. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قائمة العلماء المسلمين. قام عدد من العلماء المسلمين بإسهامات عديدة في العلم في مختلف المجالات على فترات متعاقبة من الزمن، كل على حسب اهتماماته، سواء كانت علمية تطبيقية أو دينية أو لغوية أو فلسفية أو اجتماعية. فقد قدم ابن سينا كتاب القانون في الطب الذي أضحى مرجعا أساسيا في الطب لفترات طويلة، كما أن ابن خلدون هو أول من تكلم في علم العمران ويعتبر بذلك مؤسس علم الاجتماع الحديث. أما ابن الهيثم فيعتبر المؤسس الأول لعلم المناظر ومن رواد المنهج العلمي، كما عرض الخوارزمي في كتابه حساب الجبر والمقابلة أول حل منهجي للمعادلات الخطية والتربيعية، ويعتبر مؤسس علم الجبر، كما برز الإدريسي في الجغرافيا ورسم الخرائط، وقد برز غيرهم الكثير الذين تمت ترجمة مؤلفاتهم إلى اللاتينية واللغات الأجنبية. وقد كان هنالك من هم رعاة للعلم والعلماء من الخلفاء، منهم هارون الرشيد وأبو العباس عبد الله المأمون، والذي يعد نفسه عالما والمعتصم بالله والمتوكل على الله والحاكم بأمر الله، وغيرهم من الذين عملوا على دعم العلماء في علومهم. وهنا قائمة لأبرز علماء المسلمين مصنفة حسب تخصصاتهم، ويتبعها ترتيب حسب زمانهم. أولا العلماء حسب تخصصاتهم علماء الشرعية. أولا ابن عباس، وهو من الصحابة، ولد في 3 قبل الهجرة وتوفي سنة 68 هجرية، 619 ميلادية إلى 687، وهو حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن. ثانيا أبو الشعثاء، من 21 هجرية إلى 93 هجرية، محدث وفقيه وإمام في التفسير والحديث، وهو من أخص تلاميذ ابن عباس، وممن روى الحديث عن عائشة وعن عدد من الصحابة ممن شهد بدرا. الثالث اللي هو مجاهد، 21 إلى 104 هجرية، 642 إلى 722 ميلادية، إمام وفقيه وعالم ثقة وكثير الحديث، وكان بارعا في تفسير وقراءة القرآن الكريم والحديث النبوي. قتادة ابن دعامة، من 61 هجرية إلى 118 هجرية، الموافق 680 إلى 736 ميلادية، عالم في اللغة العربية وأيام العرب والنسب، محدث مفسر حافظ علامة. سعيد بن جبير، من 44 إلى 95 هجرية، سكن الكوفة ونشر العلم فيها، وكان من علماء التابعين، فأصبح إماما ومعلما لأهلها. ابن كثير 700 هجرية إلى 774 هجرية، 1300 إلى 1373 ميلادية، عالم مسلم وفقيه، محدث ومفتي وحافظ ومفسر ومؤرخ وعالم بالرجال ومشارك في اللغة. ابن عطية، من سنة 481 إلى 541 هجرية، 1088 إلى 1146 ميلادية، كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث، وكان له اليد الطولة في اللغة والأدب والشعر. القرطبي، من 610 هجرية إلى 671 هجرية، 1214 ميلادية إلى 1273، تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية، وتوسع في دراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرهما، كما تعلم الشعر أيضا.
الطبري من 224 هجرية إلى 310 هجرية، الموافق 838 إلى 923 ميلادية، مؤرخ ومفسر وفقيه مسلم، صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ، يعتبر أكثر علماء الإسلام تأليفا وتصنيفا. ماء العينين، ولد في 27 شعبان 1246 هجرية، وتوفي 17 شوال 1328 الموافق 1830 إلى 1831 ميلادية. أخذ عن والده القرآن والعلوم الشرعية واللغوية، فما تأثر به في جانب التصوف. أبو الحسن الأشعري 260 هجرية 324 هجرية، إمام أهل السنة والجماعة الأشاعرة. أبو بكر الباقلاني من 338 إلى 403 هجرية، إمام الأصوليين وقاضي السنة، وكان من علماء المالكية في الفقه وعلم الكلام وعلم القرآن، وهو مجدد القرن الرابع. أبو القاسم القشيري 346 إلى 465، إمام الصوفية والفقه والتفسير والحديث والأدب والشعر. أبو المعالي الجويني من 419 هجرية إلى 478 يلقب بإمام الحرمين، وهو فقيه شافعي من علماء أصول الفقه وعلم الكلام، وهو مجدد القرن الخامس. أبو حامد الغزالي 450 هجرية إلى 505 هجرية يلقب بحجة الإسلام، فكان عالما بالفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتصوف. أبو بكر بن العربي من 468 إلى 543 هو عالم أهل الأندلس ومستندهم، فكان عالما في الفقه والأصول والتفسير والحديث والأدب والتاريخ. القاضي بن عياض أو القاضي عياض 476 هجرية إلى 544 هجرية، 1083 إلى 1149، عالم ومؤرخ وفقيه مالكي وقاضي. ابن عساكر 499 هجرية إلى 570، محدث وفقيه ومؤرخ. أبو فخر الرازي، فخر الدين الرازي 544 إلى 604 هجرية، يلقب بشيخ الإسلام وإمام المتكلمين، وهو مجدد القرن السادس. واهتماماته في علم التفسير، الفقه، أصول الفقه، أصول الدين، علم الكلام، الفلسفة الإسلامية، المنطق، علم الفلك، الطب، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأدب. أبو القاسم الرافعي 555 هجرية إلى 623 من علماء الحديث والفقه والأصول، وهو مؤرخ جمع بين الفقه ورواية الحديث. العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، وهو محدث وعالم وقاص مسلم، برع في الفقه والأصول والتفسير واللغة، وبلغ رتبة الاجتهاد. يحيى بن شرف النووي 631-676 محدث وفقيه ولغوي مسلم، وهو محرر المذهب الشافعي ومهذبه ومنفحه ومرتبه. عبد الله بن عمر البيضاوي 691 وفاته، أحد علماء أهل السنة والجماعة، وهو فقيه أصولي شافعي ومتكلم ومحدث ومفسر ونحوي. عضد الدين الآي جي 680-656 هجرية، الفقيه الفقه، أصول الفقه، أصول الدين، علم الكلام، المنطق، الفلسفة الإسلامية، البلاغة، علم النحو، اللغة العربية، علم التفسير، علم الوضع، علم المعاني، علم البيان. تقي الدين السبكي 683 إلى 756 الفقه، أصول الفقه، علم القرآن، علم التفسير، علم الحديث، علم العروض، القرآن، أصول الدين،
علم الكلام المنطق الأدب النحو التصوف تاج الدين السبكي 727 إلى 771 هجرية فقيه شافعي ومؤرخ عربي وقاضي القضاة في دمشق سعد الدين التفتزاني ولد 722 وتوفي 792 هجرية عالم مسلم وفقيه متكلم وأصولي نحوي ابن خلدون 784 هجرية إلى 808 هجرية عالم الإنسان ومؤرخ وقاضي وكاتب سير ذاتية واجتماعي وعالم اقتصادي وفيلسوف الشريف الجرجاني 740-816 فلكي وفقيه وموسيقي وفيلسوف لقبي ابن حجر العسقلاني 773 هجرية توفي 852 فهو فقيه ومفسر وحافظ ومحاضر وقاضي ومحدث ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث محمد ابن يوسف السنوسي ولد بعد سنة 830 عالم تلمسان وصالحها وزاهدها وكبير علمائها من كبار المشهورين فيها حتى قبل فيه إن سمعته تغني عن التعريف به جلال الدين السيوطي 849-911 هجرية الفقه التفسير التاريخ التصوف زكريا الأنصاري 923-926 الفقه أصول الفقه علم التفسير علم القراءات علم التجويد علم الفرائد علم الحديث علم المصطلح علم مصطلح الحديث علم النحو التصوف أصول الدين علم الكلام المنطق علم الهيئة علم الحساب يلقب بشيخ الإسلام ومجدد القرن التاسع ابن حجر الهيتمي 909 هجرية إلى 973 هجرية فقيه وأصولي محدث ومتكلم ومفسر ومتصوف شمس الدين الرملي 919 إلى 1004 هجرية اشتغل بالفقه والتفسير والنحو يلقب بالشافعي الصغير ومجدد القرن العشرين